السلام عليكم، كيف دايرين يا المغاربة الحرار؟ اليوم بغيت نهضر على واحد الموضوع اللي كيبقى محفور في الذاكرة ديالنا، وفعلا هو من الأحداث اللي كتبان ديما كحدث كيحمل الفخر كبير للمغاربة، المسيرة الخضراء. وعلاش سماوها الخضراء؟ بكل بساطة اللون الأخضر كاين في النجمة ديال العلم ديالنا، وكان حتى اللون المفضل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكرة جبل الملك الحسن الثاني رحمه الله اللي كانت عنده واحد الرؤية بعيدة وذكاء سياسي، رغم أن البعض كانوا كينتقدوها. من خلال هذه المسيرة الحسن الثاني رحمه الله كان بغي يحقق بزاف ديال الحوايج، والأهم من هذا الشيء هذا كامل يجمع الشعب في واحد الحماس وطني كبير. المغاربة في هذه اللحظة حسوا أنهم داخلين في شي حاجة عظيمة، مغامرة كتسجل في التاريخ وكتبين الوطنية الحقيقية ديالنا. وكانت مخاطر كبيرة لأن ديك المنطقة في المغرب كانت كتعيش توتر كبير، والأمين العام ديال الأمم المتحدة حتى هو كان جا المغرب باش يتشاور مع الحسن الثاني رحمه الله. صوب كل شيء، أستا كل شيء، كان حواجنا كده. ماشي غير فكرة على ورق، كانت فعلا خطة واضحة ومجهزة. الجيش، البوليس والإدارة كاملة كانت كتخدم باش تنفذها، وكل وسائل النقل في المغرب من القطارات والشاحنات جندوهم وجمعوا كامل في مراكش اللي ولات هي العاصمة ديال الانطلاقة الكبيرة. وسط التنظيم المسيرة بقات مسيرة للشعب ديال الناس البسطاء اللي جاو يستجبوا النداء ديال الوطن بدون تردد. الملك طلب 350 ألف متطوع، ولكن في الحقيقة جاو الضعف ديال أضعاف ديال هادشي كامل. بزاف ديال الناس شافوا المسيرة كفرصة باش يلبوا النداء الوطن من الجنوب والشمال والشرق والغرب، وحتى الناس اللي جاو من أماكن بعيدة بحال تازة وفاس وإيمو زركندر كلهم على قلب واحد، وما كاينش في بالهم غير هدف واحد، الصحراء المغربية. Ceux qui venaient du nord ont parcouru plus de 2000 km entassés par paquets de 50 sur chaque camion. و
وفي هذه الرحله المتطوعين كانوا كيتحملوا كل شيء، الحراره، الغبار، العطش والتعب، وديما كان عندهم هذاك الحماس. وصلوا لواحد المنطقه في جنوب المغرب سميتها طرفايا، وداروا فيها اكبر مخيم، وكان هو المحطه الاخيره قبل الحدود الصحراويه لاسبانيا انذاك. اللي كيحير هو ان الناس اللي كانوا مشاركين في المسيره كانوا عارفين باللي هذه مغامره وطنيه ديالهم، وانهم داخلين في شي حاجه تاريخيه، وكيجاوبوا كل واحد كيجي يسولهم هذه بلادنا وحنا جينا مع الملك ديالنا، وحقنا ما عمرو ولا غادي نفرطوا فيه، وغادي نمشيو حتى نحرروا الارض ديالنا اللي مازال محتله من طرف الاسبان، بغينا بلادنا وبلادنا هي حياتنا كامله. وكيف ما قلت لكم هذه المسيره ما كانش مسيره عاديه، كانت ملحمه كتشهد على الروح الوطنيه والاتحاد اللي عند الشعب المغربي. الناس اللي شاركوا ما كانوش غير فقراء او فلاحه او معطلين، كانوا مغاربه احرار كيشوفوا هذه المسيره بحال جهاد مقدس من اجل الوطن ومن اجل استرجاع ارض ديالنا اللي كانت محتله. تخيل معايا اكثر من 350 الف مغربي ومغربيه مشاو بسلام بدون سلاح غير بالقران والاعلام المغربيه كيواجهوا واحد العدو اللي كان مسلح وكيحتل الارض. هذا الشيء ماشي سهل، ولكن كانت رساله قويه كتحمل الفكر ديال السلميه للمسيره، وكتعطي صوره على الشجاعه ديال المغاربه اللي ما كيحتاجوش للسلاح باش يحققوا الاهداف ديالهم. ومن اللي وصلوا الصحراء المغربية الناس حسوا بواحد الشعور اللي غريب، الإحساس بأنهم كيديروا شي حاجة كبيرة باسم الملك وباسم الوطن. وهاد المغامرة الوطنية اللي خلات الناس كيواجهوا الرياح والرمل وديك الحرارة العالية كانت كتظهر قدام العالم بأن المغاربة عندهم قوة كبيرة وقلبهم على بلادهم كيف ما كانت الظروف. وكيوضح للعالم بأن المغرب ديما واقف شعبا وملكا كيجريو غير على المصلحة ديال بلادنا، وديما كانوا مستعدين يضحوا من أجل الأرض بلا سلاح وبلا عنف، ولكن بالقوة الإيمان والوطنية. وفي هاد اللحظات المغرب كله كان عايش في داك الجو ديال الحماس الوطني. ناس من مختلف الاعمار والمناطق كلهم متمسكين بالعهد وداخلين في هاد المغامره الوطنيه كيواجهوا الرياح والرمل والحراره، وفعلا كتبان بحال شي فيلم ما عمر التاريخ شاف بحاله. الشعب كامل كينخرط في واحد المغامره بحال المعركه ضد الاستعمار او نداء الوطنيه. المسيرة الخضراء بقت من الحوايج اللي كتعطينا واحد الفخر، كتخلينا نفتخروا كل عام، ماشي غير حيت استرجعنا للصحراء المغربية، ولكن حيت بينا للعالم كامل أن الشعب المغربي كيعيش بروح الوطنية كبيرة وديما حاضر وواقف من أجل الأرض والملك دياله.